السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة بنت لالا ناجية. فيديو اليوم ان شاء الله كيف طلبتوا مني هاد العباءة هادي. بالنسبة اخواتي، للنوع اللي مخدومة بهاد العباءة هو لي كرانيلو او لا بيزو بيزو. هاد النوع هذا كنقرب لكم، يعني فيه واحد شوية واحد اللمعة كيكون إلاستيك، ولا لي كرانيلو ولا بيزو بيزو، كل واحد شنو كيسميه. هاد النوع هذا، اما بالنسبه لهذه هي ليكره عاديه اللي كيكون بحال اللي فيها واحد الشعيرات. هذه ليكره النوع الممتاز، هذه ليكره مزيانه. انا الفرق بيناتهم هما هادو. بالنسبه لي انا فاش غادي نطبق الموديل ديالي، ما غاديش نطبقه في ليكرانيلو لانها كتلصق على، يعني اثناء المشي كتلصق، ففضلت نخدمها في الثوب ديال الخمار، الثوب اللي كنفصلو به عباءة بالرأس. اسم ديال هذاك النوع سميتو رشاد، هذا هو اللي غادي نطبق لكم الموديل عليه. يعني هذا جاي بارد في الصيف وخفيف، كيجي يعني ما كيوصف حتى شي حاجة في الجسم. حاجة مهمة حتى هي هو انها ما يعني اثناء المشي ما كيلصقش على السيدات، ما كيجيش لاصق على مثلا كنتي لابسه سروال لاصق كولون او سروال لاصق، ما كيلصقش مع الملابس اللي كتكوني لابسه. فلهذا فضلت انني نطبقه في هذا الثوب. هذا اسم ديال هذا الثوب الرشاد، كي اللي كيسميه المستقبل، كل واحد شنو كيسميه. هو النوع اللي كنخيطو به عباءه بالراس. اذا اخواتي، هنايا عندي 3 متر. طريقه باش نعرفوا شحال خصنا ديال الثوب، اول حاجه بعدا 3 متر كنطويها على اثنان، او مثلا الطول ديالك مرتين، المهم الطول ديال الثوب كطوي على اثنان ثم على 4. بهذه الطريقه من بعد كيف كتشوفوا معايا، غادي نبداو الفصاله من الجهه اللي كتكون مفتوحه. هي الجهه اللي مفتوحه، والجهه اللي مغلقه كتكون اسفل الموديل. هذه الجهه اللي مغلقه كنديرها الطريقه باش الا بقات ليا شي شريط اولا شي قطع نحتاجها شي موديل اخر ان شاء الله. هنا اخواتي غادي نبداو الطريقه. 8 سنتيم عرض الرقبه. بالنسبه للطريقه اللي كنخدم بها دابا حاليا، طاي ستاندرد لبس الجامع بالنسبه للكبار فقط، يعني ستاندرد بالنسبه لاصحاب المشاريع الصغرى، مشاريع يعني بصفه عامه اللي كيبيعوا الملابس الجاهزين، يعني ممكن انكم تخدموا بهذه الطريقه. كنزل هنايا ب 16، وممكن انكم تنزلوا ب 12 وديروا فتحه في الخلف اللي ما كتبغيش العمق واسع، لان الثوب هنايا ماشي مطاط، ما كيتيراش وماشي الاستيك، ثوب عادي. بالنسبه لو بغيتوا بالقواعد تخدموها لجميع الاعمار، سواء كانت صغيره ولا كبيره ولا سمينه ولا حسب، غادي تاخذوا نصف عرض الكتف زائد الطول ديالكم. اذا بغيتوا تخدموها على حسب المقاس ديال كل سيده او طفله مثلا، قلنا نصف عرض الكتف زائد الطول ديالكم. اما كميه القماش او الثوب كناخذوها بهذه الطريقه، السنتيم او الشريط كيكون حتى الارض مقسوم، يعني مضروب في اثنان، الطول ديالك من الكتف حتى للقدمين مضروب في اثنان. كنجي للنهايه ديال الثوب بالنسبه لهذه الطاي ستوندار، كنجي للنهايه ديال الثوب وحتى بالنسبه اللي خدات المقاس ديالها، نزل 5 سنتيم بهذه الطريقه، 5 سنتيم، نحسب من بعد 20 سنتيم فتحه ديالكم. سواء كان الثوب مطاط يعني كيتيرا، او كان الثوب عادي، 20 سنتيم هي مزيانه باش كيكون في هذيك الكشكشه. من بعد نحسب الطول زائد 4 سنتيم جميع الاعمار، سواء كانت طفله صغيره او وحده كبيره، طول زائد 4 سنتيم قيمه ديال التشطيبات في اسفل الموديل. قيمه يعني مثلا سنتيم ونص في اسفل الموديل، وسنتيم ونص كيمشي في الخياط ديال الكتف. باش نرفعوا الجوانب كنحطوا السنتيم اولا الشريط بهذا الشكل. هذا بالنسبه لعرض عرض الموديل من الاسفل كنحسبوا اقل حاجه 42 سنتيم، ممكن 44 45 حتى 50 سنتيم. انا فضلت تكون فيها 50 سنتيم
بهذا الشكل هذا، يعني مثلا هذا هو العرض ديال اسفل الموديل 50 سنتيم، تقريبا ارتفعت ب4 سنتيم. بهذه الطريقه اللي كناخذ السنتيم كنحطه في الكثيف، وكنبقى ندور بالسنتيم ونحط نقط. انتم هتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، هكذا كنبدا نحط نقط حتى كنوصل للعرض النهائي، يعني القياس اللي عندي. من بعد اخواتي غادي نربطو 20 سنتيم مع اسفل الموديل. اول حاجه كنجيو 20 سنتيم كندخلو ب10 وننزلو ب10 سنتيم. من بعد كنجي لهنايا نرسم واحد القوس بهذا الشكل هذا، انا هنا كنصور بيد وكنرسم بيد. هنا اخواتي كنوصل هذه النقطه ديال 10 سنتيم ولا هذا القوس مع اسفل الموديل. اخواتي فضلا وليس امرا لايك باش هكذا كتشجعوني وكتاكدوا لي ان الفيديو عجبكم، وحتى اليوتيوب كتقترحوا على الناس. فضلا وليس امرا بارطاجيو مع الناس اللي عندكم في الواتساب ومع الناس اللي كتعرفوهم باغيين يتعلموا. صافي اخواتي، من بعد ما قطعنا هذا الزائد، يعني من بعد ما رسمنا العباءه ديالنا وقطعنا الزوائد، غادي نجيو للجهه الامام وكنقوم بازاله الظهر او الخلف. قطعوا الجهه الامام. بالنسبه للامام انا شرحت لكم شنو كاين. بالنسبه اللي ما بغاتش العنق يعني تنزل ب16 سنتيم، بغات العنق صغير، الرقبه تكون صغيره، ممكن تنزلي غير ب12 ولكن تكون فتحه في الخلف. اما الا كان ثوب يعني مطاط نوع ليكرا ف12 كافيه، نزلي ب12 سنتيم كافيه بدون فتحه في الخلف. هنا اخواتي بالنسبه للنوع ثوب اخر، يعني مثلا اللون اللي بغيتوا تدخلوا نتوما مع العباءه ديالكم، هنايا كتاخذوا 80 سنتيم كافيه، 60 سنتيم ديال الخمار اولا 55، 20 سنتيم ديال الباندا ديالكم، زائد 5 سنتيم ديال هذاك الشريط اللي كنزينوا به العباءه في الامام. بالنسبه ليا انا غادي نطبق معكم الشال، لكن انا ما غاديش نلبسو في الزنقه، يعني ما كنلبسوش في الزنقه، كنلبس يعني نلبسو في داري، غير نصلي به ولا شي حاجه ماشي مشكل. يعني هذا الشيء غير باش نتوما تستافدوا وتعرفوا كيفاش يعني تقسموا الثوب. هادشي علاش درت لكم هاد الدرس. فبالنسبه لي انا غادي نفصل الخمار وغادي نحط لكم الطريقه ديالو من نفس هاد الثوب هذا، الشال اللي نحتفظ به في البيت يعني نصلي به ولا هذا. وبالنسبه للخمار نخليه الا بغيت نخرج به. فهاد اللون كما كيبان لكم انا لون مثلا احمر، لا هو لون غامق كنقولوا حنايا كرونا، غير مع الضو كيبان اللون فاتح. كنقطعو هنايا 20 سنتيم قيمة ديال الباندا ديالكم. بالنسبة للعرض اختياري، ممكن ديرو فيها 8، ممكن حسب الرغبة، كيبقى حسب الطول ديالكم اللي بغيتو نتوما، يعني كتحسبو نصف عرض الكتيف زائد الطول ديالكم والباقي كتضيفوه باندا. انا فضلت تكون فيها 10 سنتيم، كيبقى داك الكم بوفون كيجي شويه من فوق، كيجي الشكل ديالو زوين، كيجي مريح. عباءه صراحه رائعه، كنصحكم تجربوها، لانني قبل ما نلبسها المانكا حتى لبستها وشفتها في المراه عجبتني ومريحه بزاف، صراحه مريحه مريحه، حتى انني فكرت نفصل منها جوج من غير هذه، نزيد يعني جوج حتى ثلاثه في هاد رمضان وحتى في الصيف، يعني صراحه رائعه. هنا من بعد ما فصلت الاولى كنفصلوا الثانيه، وغادي نجي دابا نقطع قيمه ديال الشريط اللي في الامام 5 سنتيم. بغيت نزيدكم واحد الفكره، ممكن انكم تخدموا هاد الموديل لون واحد، يعني لون في لون، يعني ما باش تدخل عليه شي لون مثلا، ممكن تخدمي اللون في اللون
باش تقدري العباءه تلبسيها مع جميع انواع ديال الخمارات الالوان اللي بغيتي. اذا كانت في لون اسود مثلا ممكن تخدميها في الجين مثلا، تخلي عليها شي لون معاها. ممكن نهضر على الجين، كنتكلم على النوع اللي كيكون خفيف ماشي النوع الغليظ. انا اخواتي ساهو مني ما قطعتش الامام ديال العباءه، ضروري تكون مقسومه على اذنك. اما بالنسبه للشريط كنخيطوه بهذه الطريقه، ما كنجبدوش يدينا، نخليوه على الراحه ديالو. القطعه الاولى فوق منها الشريط، فوق منها القطعه الثانيه، نحطوها بهذه الطريقه وبشويه ما كنجبدوش الباندو. شوفوا معايا الطريقه كيفاش غنخدمها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على الرقم ديال الابره اللي كنخيط بها، 90.14 ولا رقم 14، طالون رقيق كما كنقولوا حنايا مغاربه، طالون رقيق يعني ابره تكون النوع اللي كيكون رقيق، هي اللي كتخدم ليا ليكرا. ولا ربما يمكن من عندكم من الماكينه، الا ما كانش كدوز لكم ليكرا يمكن تكون من الماكينه، خاصها يعني تجيبوا لها مثلا معلم اللي يركلها لكم. وبعض المره كتكون يعني كاين شي نوع ديال ليكرا ما كيتخيطليش، حتى كندير السكوتش اولا اللصق للصباط اولا الدواس، كندور على السكوتش عاد كيخيط ليا. هنا اخواتي كنخيطوا الكتف، المهم سمحوا لي الا خرجت من الموضوع، لكن كنشوف كل شيء واضح، يعني راه باين ان كنخيط الكتف. هنا من بعد ما كملنا الكتف ديال العباءه كنجيو نخيطوا لكم. بالنسبه لكم كنخليو تقريبا 6 سنتيم حتى ل 8 يعني مفتوحه، بدون خياطة. عباءة سهلة وبسيطة، يعني تفصليها تخيطيها من فواحد الوقت قصير بزاف. بالنسبة لأنواع القماش، ممكن يعني تخيطوها في ثوب ريحانة، ممكن الجين النوع اللي كيكون رقيق بحال اللي كتشوفوني راني لابساها، ممكن تخيطوها في البيستريش. هاد ليكرا نيلو ولا بيزو بيزو مزيانة ان تفصلوا فيها، ولكن الا كانت سيدة سمينة يعني زايدة في الوزن، او مثلا لان الصراحة بالنسبة لوحدة نحيفة الثوب كيجي نازل، بالتالي غادي يزيد يبينها ضعيفة بزاف. بالنسبه لليكرا كنتكلم عليه، بالنسبه لهذا النوع مزيان، هذا اللي كنخدم فيه مزيان، يعني ما عنده تعلقه بوحده سمينه ولا نحيفه، يعني نورمال يعني عادي كاينش مشكل. هنايا العرض ديال الباندا اخواتي كيبقى اختياري، انا فضلت تكون بهذا الشكل عريضه، لان ملي كنربطوها هي اصلا كتجمع ما كتبقاش عريضه. الجين اللي كنتكلم عليه يعني هذا اللي لابسه انا كيكون خفيف، هنا كناخذوا القيمه اللي بغينا ديالكم بهذا الشكل هذا. سمحوا لي اخواتي الا كنهضر بصوت منخفض، لان كلشي دابا ناعس وكنمونطي لكم فيديو، لان ما عنديش وقت صراحه كيكون بالنهار العمل وهذا، لكني طلبتو لي موديل ما يعني ضروري خصني نلبي لكم الطلب ديالكم. كنحاول يعني كل مره نحط لكم موديل. هنا كيف كتشوفوا معايا اخواتي كنتكلم لكم على الابره، الرقم ديال الابره والقياس ديال الابره، ماشي النوع اللي كيكون غليظ، النوع الرقيق، طالون رقيق كما كنقولوا. بعد ما حسبنا القيمه ديال الباندا القياس اللي بغيت، الباقي كنخيطو ونقلبو. صافي، من بعد ما نقلبوا هاد الباندا كيف شفتوا معايا، كناخدو الكم ديال العباءه ونكبر الغرزه باش نديرو ديك الكشكشه.
انا كنفضل هاد الطريقه لان كنتحكموا في القيمه اللي بغينا ديال الكشكشه. يعني هاد الطريقه كتقدري تجمعي الثوب بالقياس اللي محتاجه فيه. هنايا كنعبر ونشوف القيمه اللي بغيت. كشكشه دائما تكون من الفوق. هبقى سهله، ما فيهاش شي تعقيدات ولا شي حاجه، يعني بنضف لكم صافي. فصلت راه شفتوا، راه بلا باترون بلا حتى شي حاجه. شوفوا معايا هما الكميمات كيجيو فينين ونقيين وخفيفه خفيفه في اللبس ديالها، الصراحه رائعه. هنايا يعني العرض ديال هاد القطعه هذه كتبقى اختياريه، ديال الرقبه كناخذوا القياس بهذا الشكل هذا، يكون الثوب يعني كيتمدد، يعني ملي كنجبدوه كيكون على الراسينا كيكون مجبد، ما يكونش يعني على الراحه ديالو باش ما يجيكمش واسع. تقريبا جاتني 34 سنتيم، خليتها بهذا الشكل هذا، يعني الثوب كيكون كيتمدد. يعني القيمه اللي تكون مرتاحه على الراس ديالكم، لان الراس هو اللي غادي يدخل، ماشي العنق. هنا اخواتي العرض ديال هاد البنطه تقريبا درت فيها 5 سنتيم، اختياري. اللي ما بغاش دير هاد البنطه ماشي ضروري، ممكن انكم تطويو بهذه الطريقه هذه فقط سنتيم وصافي، ممكن ديروا تبطين اللي بغيتو. بالنسبه للشريط اللي كاين في الامام كنميلو الجهه اليسرى بهذا الشكل هذا، كنثبتو باش ملي نجي نخيط الكول ميكونش عندي مشكل. بالنسبه اخواتي للكول كنجي للكتف، خياطه الكتف بهذا الشكل هذا. كنعتذر الا كنتكلم معكم بصوت منخفض، نتمنى ان شاء الله يكون مسموع. كنحاول لانها هاد الوقت متأخر بالليل وانا كنمونطي لكم فيديو. هنا كيف كتشوفوا معايا الكول راه كيجي مجموع، ها هو الشكل النهائي هو هذا. شفتوا كيفاش كتجي مريحه ورائعه في اللبسه، كنتمنى تجربوها واكيد اكيد غادي تعجبكم هاد اللعبه، صراحه رائعه. صحة وراحة اخواتي بلا ما نطول عليكم. هذا هو الشال. اما بالنسبه للخمار غادي نحط لكم فيديو مباشره مورا هذا، هو صراحه فيديو قصير يقدر ينزل قبل من هذا، ممكن ان ينزل قبل من هذا الفيديو. بصحتكم وراحتكم، تستاهلوا كل خير، وما تنسونيش بلايك وما تنسوش بارطاج باش هكذا كتشجعوني نزيد نحط لكم فيديوهات اخرى. نقول لكم اخواتي السلام عليكم.